مطرح ما يسر يمشي. دي بقى اسمها صنية الاتفاق. يعني ايه؟ يعني بنجيب زفر من كل صنف عشان بركة الاتفاق تحل على عرسي. وانا هاكل كل ده؟ لا يعني زي ما نفسك تجيب. ولو ما خلصناش الاكل ده بركة الاتفاق مش هتحصل؟ لا هتحصل يعني. هما بيقولوا كده بقى. طيب هناكل ايه؟ وده كلام حمام طبع. الفعل. خلاص خلاص انا لا لا هجرب هجرب. كده مظبوط؟ اه ايوه كده. تسلم ايدك. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله تسلم يا ابن الوصول. ممكن تنزل من اسمك السويسي؟ عميل رقم 15 شباك رقم 5. عميل رقم 21 شباك رقم 4. صباح الخير. وائل ازاي؟ ازيك. طيب حضرتك ممكن تروح للاستاذ راضي مكتبه هناك، هو هيساعد حضرتك. شكرا. انت لسه باعت لي فريند ريكويست؟ انت في البنك هنا من بدري؟ انا كنت لسه بره هنا بسال عليكي عن مكتبك. ما تتصوريش المشوار كان تقيل على قلبي قد ايه. لولا ان انا عرفت من نرمين ان انت بتشتغلي هنا في البنك ما كنتش ناويكي. انت كلاينت عندنا في البنك؟ لا بس ناوي انقل كل حسابات الشركه هنا عندكم، فاذا كان ينفع تساعديني ده يبقى شيء هايل. هو مش شغلي بس. تمام اتفضل. ميرسي. تصدقي لما قلت لك قبل كده ان انت شكلك ما اتغيرش خالص، احنا مش عارف انت بتكبري ولا بتظهري. عندك ولاد؟ عندي حمزه وسلمى. وانت؟ انا ما عنديش غير ملك. ما شاء الله ربنا يخليها لك. انت قلت لي الشركه بتاعتك نشاطها ايه؟ شركه استيراد بستورد السمارت هوم سوليوشنز والسكانر بانلز. طيب بص، انت غالبا هتحتاج السجل التجاري والملف الضريبي والحاجات المكتوبه في الورقه دي. خلصها وابعتها لي مع اي حد وانا هظبط لك الموضوع. لا انا بقى مش هبعت حاجه مع حد، انا ناوي اجيب نفسي. ده رقم. تمام انت بخيله، حتى فنجان قهوه ما عزمتنيش عليه. نيكست تايم بقى ان شاء الله. باي باي. ألا من أمك؟ صباح الخير. يسعد صباحك.
أنا ممكن أنقل لك الأوضة اليمة التانية، ساعتها هتبقى بعيدة عن الشارع. خلاص هنا كويس. ما تأخذنيش يعني طولت في النوم. هو بيقول إيه؟ بيقول يا حلو بالجبنة يا فول يا فول الفول. آه ما هو ده بقى الموسم بتاع الفول الحراتي، بيتاكل مع الجبنة كده ني وسواها بيتاكل مطبوخ. ياه اسمع عليك، اسمع اسمع بالراحة بالراحة. مرتاح جدا؟ عارفة ان صوتك حلو. ان شاء الله تسلم وتعيش. النبي ما في احلى منك. دي وكل حاجة هتبقى جاهزة. يعني عجبك اللي بعتهولك؟ هو عجبني بس ده خلص عليا، بس انا ريقي جري على الاصل وده مش حلو عشانك. مش حلو عشاني انا برضو. هتيجي امتى بقى يا بت؟ بت يا بت بطلي ملوعة، انا جبت اخري خلاص. مش هجيلك غير لما تجيب اخرك بصحيح. بقولك ايه؟ ايه؟ وانت فين دلوقتي؟ في البيت. ايوه يعني فين في البيت؟ عالسرير. ايوه عسل. شكلك مبسوط مني. مبسوط؟ هو ده الشغل اللي على ابوه؟ الصور اللي بعتها لي ايه؟ لاهل بيته. امال انا تقيل برضو يا نعمه. بس انا خايفه يا سوني، الراجل شكله حطني في دماغه بالقوي. خايفه من ايه يا عبيطه؟ الله، هو هيجيبك من ايه؟ انا عارفه بقى. نعمة، اوعى يكون الرمة ده بعتلك حاجة على التليفون وفتحتيها. لا اطمن، هو بعتلي حاجات بس انا ما فتحتهاش زي ما انت وعيتني. طيب حلو قوي، امسحيها بقى من على التليفون عندك خالص وعدي عليا بكرة بالليل عشان نبعتله اللازم. طب اقفل دلوقتي بسرعة احسن شكل ابو الواد جه. سلام.
ايه اللي جابك؟ رحت لك المحل ما لقيتكش. وعايزه ايه؟ انت هتفضل موقفني كده قصاد اللي نازل واللي طالع؟ دخلني يا سوني، دخلني. ايه ده؟ عديت على ابو عبلة، جبت لنا غدا عشان نتغدى بيه سوا. هو المصمت فاتح؟ ايوه يا اخويا فاتح. وعبلة هناك؟ ما شفتهاش. بيقولوا اتجوزت جوازة هنا واحد عايش في الخليج، هيخليها تقفل المصمت ويسفرها معاه. ما تشغليش بالك يا ام عبير، انما قولي انت مقير مني ليه كده؟ مقير منك يا ام عبير عشان مش عايزه تعيشي زي بقيه الستات. مش لازم رجاله يعني. رجاله؟ الله يسامحك يا سوني، هو انا اي رجاله وخلاص؟ يعني ده جزاتي؟ جزاتي ان انا حبيتك؟ حب ايه يا ام عبير؟ انت بتشتغليني ولا بتشتغلي نفسك ولا بتعملي ايه بالظبط؟ والله العظيم حبيتك، حبيتك قوي قوي يا سوني قوي. طيب قومي حضري كوبايتين شاي علشان نبلع بيهم بعد الاكل. من عيني. لك عسل يا باشا. الراجل شكله حطني في دماغه بالقوي. خايفة من ايه يا عبيطة؟ الله، هو هيجيبك منين؟ أنا عارفة بقى. نعمة، لو هيكون الرم ده بعتلك حاجة على التليفون وفتحتيها. لا اطمن، هو بعتلي حاجات بس أنا ما فتحتهاش زي ما أنت وعدتني. طيب لا واعية، امسحيها بقى من على التليفون عندك خالص، وعدي عليا بكرة بالليل عشان نبعتله. ماشي يا ولاد الصرمة. ألو؟ أيوة سمير، إزيك؟ الحمد لله. أنا جيت لسه واصل حالا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا كنت بكلمك عشان الشغل اللي قلتلي عليه، هما لسه محتاجين حد؟ آه تمام، هكلمهم أظبط ميعاد وبعدين أبقى أكلمك. في حاجة تاني؟ مالك يا سمير؟ في حاجة مضايقك؟ أنا زعلتك في حاجة طيب؟ لا، وأنا هزعل منك ليه؟ مفيش حاجة. مشغول؟ طيب أكلمك بعدين؟ لا عادي، مش مشغول ولا حاجة، مفيش حاجة. بقولك فياض كلمني بعدين يا طقة لما نتقابل.
مع السلامة. سلام. ايوه بص، هو انا مش عارفه ايه اللي مضايقك قوي كده، بس ممكن تتكلم معايا وتحكي لي؟ ما انا قلت لك يا طه مفيش حاجه حصلت. لا انت كده زعلان مني انا يا سمير. ما هو ايه اللي بينا اصلا عشان ازعل منك؟ انا اسفه، ما كانش قصدي. طيب خلاص يا طه، انا اول ما اظبط الميعاد معاهم ابقى اكلمك. مع السلامه. انت بتحطي سكر؟ لا. اتفضلي. ميرسي. هو النسكافيه ينفع مع الدايت؟ اه طالما بلاك مفيش مشاكل. هقشرلك موز تاني؟ اوكي. الله، بتضحكي على ايه؟ انا بضحك يا ابني. مش حاجة. أمال إيه؟ أبداً، أصل يبقى لي فترة بخبط في ناس كده بالصدفة. يعني مثلاً النهاردة جالنا البنك واحد اسمه وائل، كان معايا في الجامعة تجارة إنجلش برضو. علشان يفتح أكاونت، وسهلت له كل الإجراءات. في فترة قليلة قوي بقابل ناس وبسمع عن ناس بقالي سنين ما سمعتش عنهم ولا شفتهم. ريونيون، زملاء بقوا كلاينتس، حاسة إني رجعت للجامعة تاني. هو مش ده اللي متجوز اسبانيه باين؟ لا دي سوزي، مالك دخلتهم في بعض كده ليه؟ انا فاكر بقى. ندى ما ينفعش كده، اللي بتعمليه ده مش كويس. And reads the random phrase on the card. The person wearing the headphones has to try and guess what they just said. I'll put on the headphones first. You read me a phrase, and I'll try to guess what you said. مرسي يا مالك؟ لا مفيش. شكلك قريت حاجة لقيتك. لا، أصل جروب الأمهات اللي على الواتساب طول النهار بأذن ومشاكل والدروس، ما أنت عارف الامتحانات داخلة. عارف يا قطه ان انت في البيت، نفسي اشوفك ابوس على الطبيعه من الصور. بقول لك ايه، هي الحاجات الحلوه اللي في الصور دي تخصك بجد؟ امال ايه، انا يا حبي ده انت تبقي جامده قوي. بقول لك يا بوسي، ما تتصوري لي صوره دلوقتي، نفسي اشوف وشك. لا لسه
لما ناخد على بعض اكتر ونبقى انتيم. ايه ده؟ هو احنا لسه ما بقيناش انتيم؟ ما عايزين نعدي الحواجز دي بقى يا بوسي. عايزين نخرج سوا، نقعد قعدة حلوة في مكان هادي. اجيلك؟ تجيلي ازاي؟ لا مالكيش دعوة، هعرف اوصلك. انا بعرف اوصل لاي حد، وخصوصا الناس اللي بحبهم. ولا ترسيني على الحوار بقى؟ الحوار حب من اول مكالمة. صوتك اول ما سمعته هزني كده وخلاني مش عارفة اتلمع على روحي. مشكلتك يا بوسي ان انت مش صريحة، مش عايزة تفتحي قلبك وتحكي لي كده. انا اوعى تكوني بتلعبيني يا بوسي. هزعل. برضه انت طلعت لي منين؟ الو. في ايه؟ كني وفي ايه؟ كني اه يا ريس، تعال شوف الجهاز ده مهنج مش عايز يشتغل. اه ده شكله مهنج يا ريس. ما انا عارف انه متنقل مهنج، هتعرف تشغله ولا مش هتعرف؟ ولا انت متنقل مش فاهم حاجه؟ سعد تعال شوف لي الجهاز ده مش عايز يفتح. وده كمان مهنج يا ريس. يعني ايه مهنج؟ الجهاز ده شغال يا ابني؟ لا ده مهنج يا ريس. يعني ايه مهنج؟ عفريت تحت في ام المحل وعف كل الاجهزه مره واحده. يبقى مفيش حل يا ريس غير ان حد اكيد دخل على الشبكه بتاعتك. افصل لام الشبكه ليه؟ بس يعني ايه؟ كله مرة واحدة؟ ده شغل هاكر تقيل قوي يا ريس. كويس انك فصلت الراوتر، هو كان داخل على الشبكة ومتحكم في كل اجهزة المحل وبوظ كل الملفات اللي عليها واللي على جهازك واللي على الهارد كمان. يعني هتعرف ترجع لي الحاجات دي تاني ولا لا؟ اه يا ريس اقدر ارجعها لك، بس مش كلها هتشتغل. الاجهزه دي كلها لازم تتقسم من جديد وينزل لها سيستم. وهو داخل على ام الشبكه دي ازاي؟ انت مش بتاخد فلوس عشان تعمل الشبكه دي؟ ايوه يا ريس انا بقول لك ده شغل هاكرز تقيل، واللي عمل كده هاكرز محترف، نزل لك سيرفر على جهاز من اجهزتك واخترق الشبكه. ما حدش بيشتغل على الجهاز ده غيري. واجهزه المحل ممكن يكون اخترق الشبكه اصلا من جهاز المحل، حتى سيرفر على جهاز من اجهزه المحل. اي فلاشه اي موبايل اي هارد عليه سيرفر وتوصل بالكمبيوتر، السيرفر ده بيشتغل على طول. طب انا هعرف منين؟ المحل بيدخل عليه 100 موبايل في اليوم. بص يا ريس احنا هنعمل شبكه جديده وهننزل لها فاير وول. كني ايه يا ريس؟ كم موبايل دخل على جهاز المحل الشهر ده؟ كله متعيد في الدفتر يا ريس. ثواني يا ريس، في واحد جاب موبايله عشان ينزل له سوفت وير من كام يوم وما جاش يستلمه لحد دلوقتي. عارف شكله؟ اعرف لي جاب الجهاز ده امتى وطلع لي صورته من على الكاميرا بتاعت المحل. حصل يا كبير. ايه ده يا بت؟ ده هو. خدي ردي وافتحي السبيكر. الو؟ ايه لعب العيال اللي انت بعتهولي ده يا نعمه؟ ومين بقى سوني اللي زقك عليا ده؟ تبع مين؟
هو جنبك ولا انت جنب جوزك؟ لما يا شاطره تحب تلعبي مع حد يبقى العبي مع. يا نهار اسود يا نهار اسود، الراجل عارف سكتي خلاص وديتني في داهيه يا سوني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اتهدي اتهدي يا بت، الموضوع ده خلص خلاص، وادي التليفون والخط اهم. تليفون ايه بس؟ تليفون ايه؟ هعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ الله يجازيك يا سوني. خلاص بقى يا بت اسكتي اسكتي. هو هيعرف مطرحك منين؟ هو عرفني عرفني وعرفك، وشكله كمان عرف سكة المحروس جوزي. وانا يا بنت الرفض مش سألتك قبل كده، سألتك قلتلك يا نعمة هو بعتلك حاجة على التليفون بتاعك وفتحتيها قلتلي لا. والله ما فتحت حاجة غير بس كام فيديو على كام صورة شبه اللي كنت بتبعتهم لي. الله يخرب بيت غبائك، الله يخرب بيت حموريتك، انت دماغك دي فيها فردة جزمة؟ أو حموريتك دي اللي هتلبسنا كلنا في حيط؟ أنا غلطانة إن أنا مشيت وراك من الأول يا سوني، أنا غلطانة منك لله يا بنتي. بس لله بس اسكتي تهدي، عايز أعرف أفكر. حضرتك عاوز مين؟